في بعد واحد رابع وينه؟ ايوه اللي بيصير يا شباب الحين بندخل مابات. اوكي بندخل مابات ثلاث مابات. اللي جمع اكثر نقاط من الثلاث مابات هذه اوكي هو اللي في الاخير بيفوز بال $100. طيب الثلاث الباقيين بيرجع البيت ما معاهم دولار واحد. طيب الاول بياخذ $100 بس كذا. يلا اول ماب خلكم هنا ثواني خلني بس افتح اول ماب. اول ماب بيكون من المبدع هولنر من اليوتيوب اللي حابب يتابعه. اسم الماب الهروب من السقوط. تمام بحط لكم رابط قناه هولنر في الوصف يا شباب. اللي انا اتكلم عن الناس اللي في اليوتيوب مو في التويتش. بحط لكم رابط قناه هولنر في الوصف. فعاد اللي بيشارك عنده ويشر انا يسوي مابات رهيبه. الحين نبدا الجيم. طيب لا حد يبدا انتبه غيري انا. اللي بيصير ان الماب هذا عباره عن قطع اوكي ارضيات. اذا تلمس ارضيه راح تنكسر بعد ثانيه واحده تقريبا. طيب يعني لازم تلمسها بعدها على طول اوكي. اللي بيصير بظل تلمس ارضيات وتحرك وتحرك بظل واحد بس عايش. اللي يظل عايش هو اللي يفوز. اللي يفوز ثلاث مرات طيب اللي يفوز ثلاث مرات بالمجموع هو اللي هو اللي بياخذ اول نقطه معانا. طيب بروح للمرحله اللي بعدها. طبعا انا العب معاكم اوكي بس ما تنحسب نقاطي. يلا شوفوه هذا يتكسر وراك. واو لا 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 لا, لا. جي جي من اللي فاز؟ مين اخر واحد؟ مين كان اخر واحد؟ اوكي اوكي اللي هو خالد. اول نقطة بتروح لخالد يا شباب. بتبعد على طول المسابقة على طول اطلع وحرك. طاح واحد. يوه انا اللي فزت. طيب يلا نعيد نعيد مو محسوب اجين. يلا لا 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 طحت انا. مين اللي فاز؟ خلنا نشوف. بس في اثنين. اوه خالد فاز بثانية واحدة بس. جي جي خالد. لو خالد يفوز مرة ثالثة يا شباب خلاص نتوقف المسابقة بياخذ أول نقطة خالد. يلا لا 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 جي جي والله. مين اللي فاز؟ ام مين اللي فاز؟ مبروك ام نقطة لام. يلا لاعب الجوال فاز براون. يو 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 مين اخر واحد؟ اخر واحد يا شباب دفيت. هو ما عرفت ايش اسمه هذا. سفكس. انا زيدكس. زيدكس اوكي زيدكس اللي هو هتلر. يلا واو مين اللي فاز؟ كيف هي طح؟ كيف والله غش؟ نزل نزل قبلي. يلا اوكي زد اكس نقطة. يلا اوكي حرك على طول. ايوه لا حد يظل اللي يظل في الحجر على طول خسران. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب والله فزت والله فزت. يلا ما ينحسب لي. والله طلعت الفكره كذا انك ما تستعجل بس جنب خفيف. لا يا الحظ والله كنت بقفز خلاص. مين اللي فاز؟ زد اكس شكله ولا؟ شوف ايوه زد اكس اللي فاز. خلاص خلاص خلصنا المسابقه الكل باك تو هاب باك تو هاب. اول بوينت لصالح زد اكس يا شباب مبروك. اسمعوا بنقسمكم فريقين انا بكون مشاهد. طيب الفريق اللي بتكون ماب كرة قدم اوكي او كرة هوكي اللي يجيب خمس اهداف هو الفايز. تمام التيم اللي يفوز بياخذ نقطة نقطة اوكي. بقسمكم عشوائي ثواني. سافكس سافكس
بتكون مع خالد، ام بيكون مع زد اكس. طيب يلا تيم زد اكس. زد اكس مع مين؟ سفكس وخالد. اوكي الحين اقدر اسوي ستات. النتيجة 0-0 الحين، كلهم يدوروا على الكرة هذه. اوكي طلعت برا. جول، جابها جول خالد، جابها. 1-0 والله جابها. جي وات، ممكن اقول سفكت هذا. قنابل بعد شالوها. لا سفكت جابت العيد ولا اوه هذا تيم سفكت. ايوه المهم 2-0 الحين. اوكي اوكي حلو. بعد 3-0. اوكي النتيجة 3-0. مو جول، مو جول، طلعت برا. ما ادري ادري، ما عليه ما عليه. خلصت، بروح اللي بعدها الحين اللي هي اخر وحدة. وثانية اوكي ومبروك. طيب خلاص، واو الكل باك تو هاب. يلا والله طولت بالزيادة. كلوز. الكل سوى باك تو هاب. باك تو هاب سريع. يلا اوكي بنبدا. ما صار شيء والله، انا مو فاهم اي شيء في هاللعبة. بدا اخيرا. واو انا اخر واحد عادي. لا 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 شال هيلي. بيتهم هذول وين راحوا؟ كيف سبقونا كذا؟ يلا بالله عليك. ايوه والله سبقوني مره. لحقت واحد، لحقت واحد. اوه ثلج، وقته غلط. لحقني واحد تقريبا اللي هو زدك. والله سواق من الزبالة. شد هذه بالها من اليسار من يمينه. والله لحقني هذا وانا لسات من جمال. من اول واحد وصل ما عرفنا. اوه وين رحت؟ يا رب يكون في طريق. ثانية ثانية انا علقت يا شباب، والله اني علقت. اوه وانا مت. ام عايش للحين ومواصل والله. ام بيفوز. لا ام برا. شكل خلاص كسرت الماب كله وتضرب يمين يسار. اللي سوى الماب بيعتزل مكانها. اخيرا خلاص انا تعديت قربت. انزل يا الحمام. انا قربت تفوز مره ثانيه. انزل ارجوك. اخ والله ذبحني والله. انا احدد انا اللي قاعد اتخبط. يلا شباب الباقيين ما قصرتوا. ولا الانتصار زدكس. انت اللي فزت معانا. ايوه انت اول واحد. مبروك، بعطيك 100 دولار. اسمع، تواصل كلم حساب انستغرام سي اشخطل تحت لود. تمام.